ما تأثير جائحة كورونا على الصحة والتعليم والاقتصاد في البلاد العربية؟ هل اتسمت الأنظمة العربية بالشفافية في مصارحة شعوبها بخطر وباء كورونا؟ بعد اعتمادهم الكلي على الاستيراد، هل أيقن العرب ضرورة التعكز على صناعتهم وزراعتهم؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب بعنوان العالم العربي وقدرته على تجاوز أزمة كورونا.